Hello everyone, welcome back to my channel. The title for our lesson today is Mega Goal 4 Pages 92 plus 93. نفتح صفحة 92 عندنا القاعدة الأولى Future Progressive والقاعدة الثانية Future Perfect مشروحة بتلاقي الرابط في الديسكربشن أو بيطلع لك فوق زي الشريط الأبيض إذا ضغطت عليه بيوديك على الفيديو. ثالث قاعدة اللي هي Time Expression for the Future تعبيرات زمنية تدل على المستقبل واللي هي A week from today بعد أسبوع من اليوم. by the year 2025 بحلول عام 2025 by the time بحلول الوقت طبعا كلها نستعمل الجملة اللي بعدها يكون فيها will وإحنا نعرف أن will إذا جاء بعدها فعل يكون zero form ننتقل التمرين A use the future progressive or the future perfect to complete each sentence in some cases both forms are possible استخدم المستقبل المستمر أو المستقبل التام لإكمال الجمل. في بعض الحالات يمكن استعمال كلا الزمنين. نقرأ الجمل Number one My parents got married in 1990 by 2022. تزوج والدي في عام ألف بحلول عام عشرين إثنين وعشرين Number two My brother became a vegetarian three weeks ago. By next week أصبح أخي نباتيًا من ثلاثة أسابيع. بحلول الأسبوع المقبل (number 3) جاسم starts his new job today. A week from now بدأ جاسم وظيفته الجديدة اليوم. بعد أسبوع من الآن (number 4) some hospitals have used robots in surgery. By 2035 all استخدمت بعض المستشفيات أو استخدمت بعض المستشفيات الروبوتات في الجراحة. بحلول عام 2035 الجميع Number five, I've already lost five kilograms on my diet. If I lose another two, لقد فقدت بالفعل خمسة كيلوغرامات بسبب الحمية الغذائية. إذا فقدت اثنين آخرين الإجابات number one they will have been married for thirty years سيكونان متزوجان لمدة ثلاثين عام number two he will have been a vegetarian for a month سيكون نباتيا لمدة شهر number three He will have been working in his new job for a week or for seven days. سيكون قد عمل في وظيفته الجديدة لمدة أسبوع أو لمدة سبع أيام. Number four, will be using robots in surgery. سيتم استخدام الروبوتات في الجراحة. Number five, I will have lost seven kilograms. سأفقد سبعة كيلوغرامات. ننتقل تمرين B, use the future perfect to combine the future events. into one sentence using by or by the time write the sentences in your notebook استخدم المستقبل التام لدمج الأحداث المستقبلية في جملة واحدة استخدم كلمة by أو by the time اكتب الجمل في دفتر ملاحظات Number one first event الحدث الأول The football game will start ستبدأ مباراة كرة القدم Second event الحدث الثاني will we will arrive at the stadium سنصل إلى الملعب number two first event الحدث الأول I will fall asleep سأنام second event الحدث الثاني this TV show will be over سينتهي العرض التلفزيوني number three first event I will pass my law exam سوف so أجتاز امتحان القانون الخاص بي second event 2025 will come ستأتي أو سيحل عام عشرين خمسة وعشرين. Number four. First event. الحدث الأول. My father will work as a medical doctor for twenty years. سيعمل والدي كطبيب لمدة عشرين عام. Second event. الحدث الثاني. He will retire. سيعتزل أو سيتقاعد. The answers. الإجابة Number one. By the time we arrive at the stadium, the football game will have started. بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى الملعب ستكون مباراة كرة القدم قد بدأت Number two By the time this TV show is over I will have fallen asleep بحلول الوقت الذي ينتهي فيه هذا العرض التلفزيوني سأكون قد نمت Number three I will have passed my law exam by 2025 سأكون قد اشتست اختبار القانون الخاص بي بحلول عام 2025 Number four By the time he retires my father will have worked as a medical doctor for 20 years. بحلول موعد تقاعده سيكون والدي قد عمل كطبيب لمده 20 عام. ننتقل لصفحه 93 عند القاعده الاولى used to versus be used to كل قاعده اللي هي used to مشروحه في فيديو بتلاقيه تحت ايضا be used to مشروحه في فيديو لحالها بعدين عندنا was were going to future and the past وهذه القاعدة اللي بنشرحها الحين was where هذه الصيغة بتكون أول شيء نحط was بعدين where was تيجي مع I she he it where تيجي مع you they we بعدين عندنا going to بعدين الverb اللي هو الفعل ويكون zero form طبعا تستعمل هذه القاعدة للحديث عن تنبؤ للمستقبل تم إجراؤه في الماضي أو خطة سابقة لم يتم تنفيذها فمثلا عندنا Rush wasn't going to stop رأس لم يكن سيتوقف wasn't was زائد not بعدين going to بعدين الverb stop ننتقل لتمرين C look at the pictures complete the paragraph about how Fahad's life has changed since he adopted a healthy lifestyle use used to be used to and was going to انظر إلى الصور أكمل الفقرة حول كيف تغيرت حياة فهد منذ أن قام بتبني حياة صحية أو نمط حياة صحي استخدم used to be used to و was going to الإجابة بتكون One year ago فهد was non-vegetarian he used to eat meat beef burger and the chickens he was a little bit fat and don't like to exercise he was used to sit in the front of his laptop and eat now he is athletic and goes on diet beef قبل عام لم يكن فهد نباتيا وكان ياكل لحوم وبرجر باللحم او الدجاج كان سمينا قليلا ولا يحب ممارسه الرياضه كان معتادا على الجلوس امام الكمبيوتر الخاص به وتناول الطعام الان هو رياضي ويتبع نظام غذائي كما انه نباتي لدرجه انه لم يعد ياكل برجر اللحم بعد الآن ننتقل تمرين دي think of an important decision you or your family made in the past that has changed your life talk about what you used to do before the change and what you are used to doing now tell your partner فكر في قرار مهم اتخذته أنت أو عائلتك في الماضي وغير حياتك تحدث عما كنت تفعله قبل التغيير وما اعتدت على فعله الآن أخبر شريكك، الإجابة بتكون before we moved to the city I didn't used to have friends, after we moved I have a lot of friends, قبل أن ننتقل إلى المدينة لم يكن لدي أي أصدقاء, وبعد أن انتقلنا أصبح لدي الكثير من الأصدقاء, وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو, see you next time.